السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في البداية أتمنى من الله أن تكونوا في أسعد حال، وأتمنى أن تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم إشعار بكل جديد إن شاء الله. وفي البداية أحب أنوه أن الأسعار اللي بنقولها أسعار بورصة، يعني أسعار جملة، وإليكم أسعار الدواجن والكتاكيت والبط من بورصة مصر السبت 23 يناير 2021. سعر كيلو الفراخ البيضة 23 جنيه، سعر كيلو أمهات الأبيض 16 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 28 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 35 جنيه، سعر كيلو الأرانب ما بين 40 و 42 جنيه. أما عن البط، سعر كيلو البط البلدي 50 جنيه، سعر كيلو البط المسكوفي 47 جنيه، سعر كيلو البط المولر 31 جنيه، سعر كيلو البط الفرنساوي 24 جنيه. أما عن أسعار الكتاكيت، كتكوت أبيض عمر يوم يتراوح سعره ما بين 3.5 جنيه و 6.75 جنيه، كتكوت ساسو ما بين 2.75 جنيه و 3 جنيه، كتكوت بلدي ما بين 2 جنيه و 2.25 جنيه. أما أسعار كتاكيت البط، كتكوت بط فرنساوي ما بين 3.5 جنيه و 4 جنيه، كتكوت بط مولر ما بين 14 جنيه و 15 جنيه، كتكوت بط مسكوفي ما بين 14 جنيه و 15 جنيه، سمان أسمر من 2.25 جنيه ل 2.5 جنيه. أما عن أسعار البيض، كرتونة بيض أحمر 36 جنيه، كرتونة بيض أبيض 35 جنيه، كرتونة بيض بلدي 42 جنيه. وإلى هنا يكون قد انتهى الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.